السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتونا، عاملين إيه؟ كان في بعض الإخوة وبعض حبايبنا أو أبنائنا في القناة عايزين يعرفوا تقليب الحلبي، واتبعت لي السؤال دوت أكتر من مرة، تقليب الحلبي والحمام الجمعية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتعرف مع بعض على التقليب الحلبي وتأصيله وعملي عشان تبقى عارف الدنيا فيها إيه. أولاً الحلبي ده مش شوامات، من الحاجات الشوامة، والأصل فيها الحمام يكون أقرع، يعني ما فيهوش لا برنيطه ولا دبوس ولا الكلام ولا دارتور ولا الكلام ده. ده الاصل فيها عشان يبقى واضحين. وكمان الاصل فيها الطول، كل ما كان فيها عيطه يعني طول، كل ما كانت احسن. وكمان التأصيل فيها اللون، يعني الاسود اسود غطيس، يعني اسود غامق جدا، والاحمر احمر بلح او اكول. ده كلام ده في الحلبيات. وفي الكركندي في الازرق والسيلفر او الراي او الازرق الراي. ده الالوان بتاعت الحلبي والكركندي، حاجات جميله جدا وفي النش ممتازه، بس الحاجات الطويله فيها مش للنش قوي. الحاجات الطويله في منها اللي بيقوم وبينجم وبممتاز، وفي منها اللي ما بيقدرش يطير او بينجم ما بيفوش صحه، يعني زي الحاجات زي الرميات والكريزات والجمعيات والحاجات دي. طبعا هما في الاصل بتاعهم غير شروال زي ما اتفقنا، وما فيهمش طاقيه ولا ترتور ولا برنيطه ولا كل الكلام ده. الكلام دي كلها زيادات، في زيادات بتحلي زي البرنيطه من ودن والحاجات دي بتحلي، وكمان السعر بيبقى اعلى شويه لو كان في الكلام ده، بس الاصل بتاعه اقرع اقرع اقرع. طبعا دلوقتي في حلبي بلومي اللي هو الحلبي اللي بقه قصير، طبعا الكلام ده كله مش في التأصيل عشان يبقوا واخدين وعارفين الدنيا فيها ايه. ودلوقتي انا هوريكم حلبي اصفر، هوريكم التقليب بتاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده حلبي اكول. ده مع انه في حاجات زيادات عن التأصيل اللي احنا قلنا عليها، بس في سعره اغلى. ليه؟ ده ماسك برنيطه من الودن للودن زي ما حضراتكم شايفين كده. الدرب بتاعه ملحي، الدرب بتاع كل الشوامات الكركنديات والحلبي والعبسي ملحي، بس في ده في الحلبي ملحي يميل لحمره شويه، حمره خفيفه. والاسود ملح صرف، وفي الكركندي يميل لرصاصي خفيف، يعني ملحي بس يميل لرصاصي خفيف على حسب الجتة على حسب الطوف. طبعا الرير زي ما حضراتكم شايفين كده لازم يكون كله لون اصفر، مفيش يعني اللون النوعيه دي مفيش فيها غير ديلها بس الابيض، الديل بس اللي بيبقى ابيض زي ما حضراتكم شايفين كده. دي السمكه لازم تكون كده، او المغرفه، ناس بتسميها السمكه وناس بتسميها المغرفه، اهي من تحت كده لازم تكون 8 زي ما حضراتكم شايفين اهي. لازم تكون 8 كده مرسومه كده 8، ما فيهاش اي ريش ابيض. الجته من تحت كلها نفس اللون، ما عنديش اي حاجه بيضه خالص غير الديل. لو وجدت المحابس تحسينات، المحبس والمحبس ده من الحاجات اللي بتحسن، البرنيطه من الحاجات اللي بتحسن، العضمايه القصيره اللي بيقولوا عليها بلومي دي برضك من الحاجات اللي بتحسن، الشروال في ناس من الحاجات اللي بتحسن وفي ناس لا، بس الاصل في الموضوع الديل ابيض، الجته لون واحد، اقرع في عيطه. ده الاصل في الشوامات عشان ما نختلفش وما نجددش كتير، كل واحد ليه راي على عينه على راسي، بس اللي انا اعرفه واتعلمته بقوله. هوريكم دلوقتي العبسي. ده كده الحلبي من غير شلوال، ده التأصيل بتاعه ومن غير برنيطه وفي عيطه يعني طول، والديل بتاعه ابيض صرف، واللون بتاعه لو اسود اسود غطيس، ولو حلبي احمر زي ما انتم حضرتك شايفين يبقى احمر جدا كلها حمراء ما عدا الديل، ولو اصفر نفس النظام الديل هو اللي يبقى ابيض، والمغرفه من تحت زي ما انتم حضرتك شايفين. زائد ده كله احنا بنتكلم على التقليب بتاع الجته والجسم. التقليب بتاع الوش، الدرب الملحي، القوره والتكشيره، لازم يكون في هنا قوره المسافه دي
دي من هنا للبق لازم تكون طالعه بقوره. ده التقليب العالي، التقليب العالي قوره تكشيره، وساعات يكون فيه اهداب، اهداب يعني فيه هنا رموش، الرموش طالعه، دي جميل جدا. الحمامه دي بتبقى نادره اصلا، الحلبيات بالذات ما فيهاش، يعني احنا بنقول الشوامه كله لازم يكون فيه عيطه، لازم يكون فيه طول، الحلبيات نادر جدا 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 لما تلاقي حاجه طويله، نادر جدا جدا جدا. العبسي والكركندي موجود جدا، موجود وبوفره، الحاجات الطويله سعرها عالي شويه بس موجوده اهو. يبقى احنا اتكلمنا على الوش، لازم يكون فيه تكشيره، لازم يكون الدرب ملحي، لازم يكون فيه قوره، لو في تكشيره وفي اهداب، اهداب يعني في رموش، يبقى ممتاز جدا. الفرد تحس كده بهيبه كده وضخامه في العبس والكركندي والحلبي، تمام؟ زي ما احنا اتفقنا كده. هخش لكم على العبس، اوريكم العبس وبعد كده اوريكم الكركندي. ده العبس زي ما كلمت حضراتكم، هتلاقي العبس والكركندي في الحاجات دي فيها طول وموجوده، يعني رائجه في السوق. انما الحلبي قليل قوي الطويل، او في عيطه قليله قوي اهو. الاسود الثوب الاسود لازم يكون اسود غطيس اهو. اسود غطيس يعني اسود كاحل، اسود اهو. التكشيره لازم تكون موجوده طبعا، زي ما احنا قلنا اتفقنا، ديت زيادات اللي هي البورنيتا او الدبوس من ورا، 8 دي او السبعة، ناس بتسميها 8 وناس بتسميها 7 على حسب اتجاههم بقى، وناس بتسميها محارة وناس بتسميها سمكة. المهم الحتة دي تبقى زي ما هي، زي ما حضرتك شايفين كده سودة ما فيهاش اي طرطيش ابيض. الديل كل ما عدد الريش كان كتير وكل ما كان في عيطة وطول كان احسن. الفرد تحس ان هو فرد جامد. الناس العادية اللي هي متعرفش في الحمام لما بتشوف النوعيات دي بتحسبها رومي، من ضخامتها وشكلها الجامد بتحسبها رومي. الشروال طبعا احنا قلنا مش موجود، مع ان برضو اليومين دول في عبايسه بشربات وعبايسه بتلعب والدنيا عنب يعني، كل حاجه داخلها حاجه، بس احنا بنتكلم في التأصيل. التأصيل بتاعه ان هو اقرع، اقرع يعني من غير برنيت اهو، من غير دي، ده اسمه ده طرطور اللي هو بيجي بدبوس كده، ده اسمه دبوس اللي هو بيجي زي الهرم كده، اللي بيجي زي ده كده بس من فوق طالع طويل وعريض اسمه طرطور. اللي بيجي زي دوت بس راسم من الودن للودن كده، ده اسمه ايه؟ برنيطه، تمام؟ عشان المصطلحات بس اهو. احسن حاجه في النوعيات دي القلب، لما تيجي القلب يعني القلب الريش بيقلب، الالوان بتاعت الرقبه بتقلب. يعني احنا دلوقتي لو الشمس جايه علينا هتشوفوا هنا الوان جميله جدا جدا زي كده، زي قوس قزح كده، بتيجي في الازرق الكركندي وبتيجي في العبسي الاسود وبتيجي في الحلبي، الوان جميله جدا جدا جدا. والحمامه ديت بتمتاز بريش منظرها جميل، ريشها كثيف ومنظرها جميل جدا جدا. وطبعا ما ننساش الدرب، زي ما احنا قلنا الدرب ملحي، لازم يكون الدرب ملحي. التكشيره، القوره، الاداب لو فيه اللي هي الرموش، الحمامه يكون فيها عيطه زي ما حضرتك شايفين كده. شوف الريش بتاع الجناحات، شايف الريش عامل ازاي؟ عشان يقدر يشيل الحجم ده الريش ده لازم يكون قوي كده وعريض كده عشان يقدر يشيل الحجم ده. الحمامه ما شاء الله حجمها جامد، الريشه بتاعتها لو ما كانتش عريضه زي كده ما تشيلهاش بفضل الله بفضل الله. مش الحمامه ديت لما باجي اطيرها وانشها نسور طايره، نسور مش حمام بفضل الله. اوريكم دلوقتي الكركندي. ده مستر كركندي. طبعا قلنا اهم حاجه برضو كل العيطه او الطول بتاعها، ده الطوب الازرق. الكركندي بتمتاز باللون الازرق طبعا، زي ما احنا قلنا بالنسبه للوش التكشيره والدرب الملحي والطرطور او البرنيطه، دي حاجات من المكملات زي ما اتفقنا. الجته لازم تكون زرقاء خالص زي ما حضراتكم شايفين كده، الجته زرقاء خالص. كل ما الجته تفتح تروح على سيرفر كل ما كان احسن وافضل. الديل لازم يكون فيه السمكه دي او المحاره ديت نفس لون الجته، يعني الديل ابيض، دي رسمه الثمانيه بتاعتها، المحاره بتاعتها رسمه الثمانيه بتاعتها على الديل. كل ما تكون اجمد وواضحه
كل ما يكون احسن. لو فيها ريشه ورشتين زي ده، ما ده كده فيه ريشتين بيضهم في المحاره، ده حاجه تعيبه. تمام. الحاجات ديت اهم حاجه فيها الطول زي ما اتفقنا، والريش بتاع الجناح العريض اهو، ريش عريض. الدبايك عشان ده طبعا ازرق، حمامه زي الفل، حمامه فيها طول كده. احنا النهارده اتعرفنا على الحلبي والعبسي والكراكندي. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو تاني وهنتكلم شويه عن حمام الجمعيه، ليه هو اسمه جمعيه وبيمتاز بايه واتوابه عامله ازاي. ان شاء الله هنزول لكم فيديو جاي باذنك انت يا رب. اني احبكم في الله، وما تنسوش تشتركوا في القناه ودعمونا بلايك. كل هذه انواع جديده ونازله، بس هي في ناس كل واحد بيحب، في واحد بيحب يربي حمامه تاصيل يعني حمام بالمواصفات الاصليه، في واحد بيحب الحاجات المزوده بتحلي. انا عن نفسي بقول لك انا التراطير والبرنيطه من ودني لودن والحاجات دي كلها بتحلي الحمامه مش بتوحشها. اكتب ما اكتب لي في التعليق، ولو في اي حاجه انا تحت امرك، واي سؤال عايز تسال عليه انا تحت امرك. انا الحمد لله بفضل الله ما بختلفش مع حد، لاني عارف ان الحمام كله وجهات نظر، بس في حاجه اسمها تاصيل. تاصيل يعني اعرف مواصفات الفرد، تاصيله ايه، الشغل القديم بتاعه ايه. اما الحاجات الزيادات اللي بتيجي عليه جديد انا مش بحبها قوي، ومع ان الناس بتفضلها عشان بتخلي شكل الحمامه حلو. يا عم ماشي ما علينا، ما دام انت حابب الحمامه ربيها وربنا يسعدك بيها، بس الاصل ان احنا نعرف التاصيل بتاع كل حاجه ايه عشان الحاجه ما تنكرتش مننا. احنا لو كل حاجه قعدنا نربي وندخل فيها ونركب الحاجه هتندثر. والله العظيم كان في حمام جميل جدا 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 زمان، ودلوقتي احنا مش لاقيينه ومش عارفينه ومش عارفين نجيبه. فعشان نحافظ على الطير الجميل ده لازم نعرف التاصيل عشان نحافظ عليه. ولو انت عايز تزود او تجيب حاجات زيادات، ده لذوقك انت ومزاجك مع نفسك. وانه احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي عايزين يسلموا عليكم احمد ومحمد، تعالوا يا اولاد سلموا على حبايبكم في القناه. دول متابعيني على طول، اي فيديو بعمله هم معايا على طول، بيحفظوا زيكم بس من على قرب. سلموا على اصحابكم يلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.